نقرأ يا شيخ الآية اللي بيعرفوها الناس كلهم، ولا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. بتجاوب على كلام على أمور كثيرة ممكن يطرحها بعض الناس اليوم، بس خلينا نجي لقرح. إيش القرح أصلاً؟ هو فيه معنى الجرح، خصوصا لما يكون فيه ألم، لما يجرح الإنسان وهذا الجرح فيه ألم، هذا إيش اسمه؟ قرح. واليوم لأنه إحنا بدناش نخوض في معنى اللغة، لكن هون فهمنا يمسسكم قرح، يعني لأنه غالبا في المعارك شو بيحصل؟ الجروح وتفاصيل وما ينتج عنها من آلام هائلة إلى آخره، أو معنويا لا لا، هون فيما يتعلق ما هو تعقيب على شيء حصل عندهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. القرح على كل فيما بعد بلكي بينا انه لاحظ ايش احيانا عندك القرح، فهمنا، عندك القريحة يمكن قالوا قريحته كذا، عندك الاقتراح لما بقترح عليك انا بامر من الامور، شو علاقة هذا الاقتراح؟ طب شو الماء القراح؟ الماء الى اخره. بس المهم القصد ايش؟ انه نهتم احيانا بالمفردة وشو يشتق من هذا، من قرحة، من اشتقاقات، وشو علاقة المعاني بعضها ببعض. لكن اليوم هذا ما بسمح لنا، لكن في وقت آخر إن شاء الله نتحدث في هذه المسائل. طيب لاحظوا، ويتخذ منكم الاتخاذ، على فكرة خلينا مثلا، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شو يعني اتخذوا هذا القرآن؟ مش يا ربي قومي هجروا القرآن، هذا الرسول، ما هي الآية مكية، وهذا يعني موقف قريش من الرسول صلى الله عليه وسلم. هم مش اتخذوا القرآن، مش هجروا القرآن، اتخذوا، لأنه الاتخاذ فيه افتعال وفيه موقف إيش؟ مقصود، وكأنه بده، لابد أن يفعل هذا، يعني لابد أن يكون له الموقف المناسب من القرآن بحيث يهجر القرآن. إذن مش مجرد أنه هو هجر، لأنه اللي هجر ترك وراح، لا، هذا يتخذ. شو يعني اتخذ؟ يعني بدبر الأمور مشان يكون في هجر. طب تصوروا لما الله يتخذ شهداء، هو إذن يتخذ، إذن لاحظوا، عن حكمة وتكريم، حكمة وتكريم. ولذلك أعجبني بعض الناس في عبارة بالنسبة للشهداء اللي يستشهدوا، وبعضهم يعني له سبق في العمل الصالح وممكن يكون كبير في السن، شو قال؟ قال هذه مكافأة نهاية الخدمة، هذه مكافأة، إنه البشر مرات في نهاية الخدمة شو بيعملوا؟ بعطوا مكافأة. ولكن الناس صعبة على فكرة، لأنه مبني الإنسان بالطريقة بيستصعب إنه طيب، إنه مثلا أبوي ولا جدي في نهاية خدمته تكون شهادة، ولا شو بدك إياه؟ يموت كورونا يعني؟ وإن كانت الكورونا ممكن تعتبر من الشهادة. وتصوروا في الردم، يعني مش شهادة واحدة، وبالردم كمان
تمام؟ قتل وحرق مكافأة نهاية الخدمة. وتصور شو بكون هو فرحين ومستبشرين وإلى آخره. بس المهم مين اللي بده يتخذ؟ الله. أيوة مين بده يتخذ؟ الله سبحانه وتعالى. طيب ما يعني الناس إيش؟ ما هو في النهاية خلاص وما كان لنفس أن تموت إلا عايش نتأسف. لذلك عجبا للمؤمن أمره كله مش هيك؟ أمره كله إله خير. إن الحديث المشهور. طيب الآن نقرأ